L'ENSA, l'École nationale des sciences appliquées. L'ENSA est un réseau qui est connu au Maghreb, qui a fait tous les ans des ingénieurs ou beaucoup de gens qui veulent étudier, surtout dans le bac. Donc, dans la vidéo, on va voir comment on va faire pour l'entrer. شنو هما لي كونساي للناس اللي ديجا كيقراو في لانسا ولا للناس اللي باغين يديروها وشحال اون جينيرال لو سالير ديال ان ديبيتون مخرج من هاد ليكول دونك لانسا عندنا العامين الاولى سيدي دو زون ديال لي بريبا انتيغ دونك دي بريبا مي كيكونوا وسط ليكول ما كاينش ان كونكور مي كندوز داك العامين على حساب داك لي نوت اللي نجيب هما اللي يخليوني نختار لا برونش اللي بغيت كل ما جبتي النوت لي مزيانه فهاد لي دو زون غتخسر لا برونش لي بغيتي مور هاد لي دو زون كدوز لي 3 زون ديال سيكل انجينيور اللي كتقرا فيهم لا برونش ديالك وابخي كتكون لا ديبلوماس واحد النصيحه صغيره للناس اللي باغيين يديروا لانسا الا كنتي واحد لا برونش نتا باغيها تي باسيوني بها كتعجبك حاول تعرف المدينه فين كاينه ماشي تندير لانسا وندوز عام ولا هذا وعاد نلقى ان ديك لا برونش اللي انا باغيها ما كايناش في داك لانسا حيت الاختيار في الاول ديال المدينه ساهل مي افري ملي كتبدا وكتدخل واخا تكون جايب نقاط مزيانه خص تدخلات وصعيب باش انك تقلب من مدينه لمدينه بوغ لي برونش اون جينيرال كاين دي فيليير لي هما ستوندار تلقاهم في المدن كامله بحال لانفورماتيك بحال لاندستريال بحال الكتريك بحال الغيزو اي تيليكوم هادو كتلقاهم في المدن كامله وكاين دي فيليير اللي كيكونوا مختصين في بعض المدن دونك الا كنت باغي شي وحده من هاد لي فيليير نعرف راسي اللي نصل اللي عندي بوغ لي فيليير الاخرين كيما قلنا بحال السيفيل بحال الانرجيتيك بحال الايرونوتيك ندخل نقلب ونشوف كل حاجه فين كاين نهضروا دابا على لاكسيلنس كتكون عندنا سيدي واحد لا بري انسكريبسيون اون لين موراها سيدي كيخرج لو سوي نعطيكم باغ اكزومبل لو سوي ديال العام اللي فات ديال 2021 مور ما كيتعلن على لا ليست ديال يتقبلوا باش يدوزوا الكونكور كتمشي كدوز في اقرب سونتر لو كونكور هو سو فورم ديال امتحان ديال الماط امتحان ديال الفيزيك عندك 20 كاستيون في الماط 20 كاستيون في الفيزيك ساعه ونص ساعه ونص وردوا بالنا لو كونكور كيتبع سيستم كندي دونك لا جبت لا كاستيون صحيحه عندي بلس 1 ما كتبتش والو عندي زيرو ولكن الا كتبت شي حاجه غلطه كيكون عندي موانز دونك نجاوب غير على داكشي اللي انا متاكد منه واحد الملاحظه صغيره الناس اللي ما يوفقهمش الحظ انهم يجيبوا اما لو سي ولا لو كونكور راه لانسا مازال يمكن تخليها بطرق اخرى اما 2 زون ابري الباك ولا 3 زون ابري الباك سنيه من ندخل لافاك ولا لي فيستي نبذل مجهود ونكون مركز على لو بوت ديالي ونجيب نقيطات مزيانين ونوجد لو كونكور مزيان ونجيبها ان شاء الله نصيحه دابا الناس اللي ديجا دايرين لانسا ولا اللي باغين يديروها اول حاجه انك ملي تدخل لانسا ما تقولش صافي انا دوزت الباك انا دوزت ليسونس انا دابا ارتاح انا دابا جبت ليكول ديالي خصني غير في الاخر ديال هذا الكورسيس هذا ناخذ داك الكارطون هذاك الدبلوم ونمشي نخدم راه الا مشيتي بهذه العقليه هذه تجي بافرا لا سير العقليه ديال انك لا خصك تطور من راسك خصك لي لونغ ديالك يكونوا حسن خاص لي سوفت سكيل ديالك يكونوا حسن خاص دير باراسكولير خاص تشارك في دي زيفينمون تكون عندك اون في اكتيف دونك هادشي كامل راه مهم بزاف حيت من بعد مي هاد ديبلوم و مي تخرج هادشي هو اللي كيخليك انك تانتيغري لو مارشي ديال لو طرافاي الا كنتي واحد الانسان اللي ما دار والو خلال هاد لا بيريود هادي بيان سور غتلقى صعوبات هادي من جهه ولكن من جهه اخرى حتى لي نوت لي نوت كيحقا كاين اللي كيحقرهم كاين اللي كيقول لا انا غنفاليدي لو موديل ديالي ما سوقش في النقاط لا لا راه النقاط حتى هما راه كيلعبوا دور بيان سور كيما قلنا في لو شوا ديال لا برونش الا كنتي مكلاسي مزيان كتختار لا برونش اللي بغيتي ما كتاخذش شي حاجه اللي بقات قضيه اخرى الا كان دي زوبورتونيتي ديال لي زيشونج لانسا معروفه كدير لي زيشونج اما مع فرنسا ولا مع دول اخرى دونك انت ملي كتكون عندك نقاط زوينه انت هو الاول واحد كتختار دونك كلما كان عندي نقاط مزيانين كلما عندي دي شونس وقضيه اخرى انه حتى من بعد لا ديبلوماسيون من لانسا لا افترضوا انك مشيتي في ان باركور اللي عادي هذوك لي نوت لا بغيتي دير دكتوراه ولا لا بغيتي شي ام دو فرنسا ولا شي ديبلوم في المانيا لي نوت ديما كيلعبوا دور البوان الاخر هو لو سالير ديال لي ديبيتون اللي مخرجين من لانسا كما كنقول ديما راه ما كاينش اون ريغل جينيرال مي باش نعطيو ايدي الناس اللي باغيين يديروها ولا عاد يتخرجوا منها راه تقريبا كتفاريي واحد 8000 درهم دو موين تقد تهبط ل 6000 7000 ولا تقد تطلع ل 10000 11000 لا اون جينيرال اون موين كتكون واحد الموين هادي هي الفيديو نتمنى تكون عجباتكم كان عندكم شي سؤال مرحبا في لي كومونتير ولا ستودنت هيلب 8 لاباج انستغرام
السلام عليكم.